انه التصريح اللي كان البارح اللي كنت ادليت به مع وكالة تونس افريقيا للانباء اثر ممكن ضجة على مستوى الشارع الرياضي في صفاقس. ممكن البعض يقول هل هو نهاية حلم بالنسبة للمدينة الرياضية، البعض يتحدث عن مماطلة، عن تسويف، جملة من الكلام الكبير ما نجمو نحكيو عليه. تعرف انه المشروع هذا طال الانتظار متاعه، ولكن كل عام يزيد يقرب، والا نستمع التصريحات والا ممكن لبعض الاحداث اللي تغير محتوى ممكن الواقع اللي كان ينتظر فيها الشارع الرياضي بصفاقس. مدام امكانيات الحاليه للدوله لا تسمح لنا بانجاز المدينه الرياضيه بصفاقس، هذا تقريبا ابرز عنوان يبقى للحديث اللي قالته سيما العيتي. شكرا على اتاحه الفرصه لتوضيح بعض النقاط، لانه ممكن تحدثنا عن عديد المشاريع في المداخله اللي عملتها مع الزملاء في وكاله تونس افريقيا للانباء، ولكن تو اذا كان باش نحكيو عن مشروع المدينه الرياضيه او ملعب الطيب المهيري بصفاقس، هنا باش نخصوا اكثر وقت باش نفصلوا اكثر الامور او نوضحوا اكثر الامور بالنسبه لاهالي صفاقس وبالنسبه ايضا لاحباء النادي الرياضي الصفاقسي. بالنسبه لمشروع المدينه الرياضيه بصفاقس، حتى لو كان امكانيات الدوله تسمح توا، راه ماناش باش نلقاو غدوه تراكز والاشغال تنطلق بصفه فعليه، باعتبار وانه راهو المشروع هو مشروع ضخم. انت تعرف جيدا والناس اللي تسمع فينا تعرف جيدا انه البرنامج هذا انطلق تقريبا في 2009. هو براتيكمون يعني منذ ممكن من 2007 تم يعني ولكن البدايه الفعليه في المشروع كانت 2009، بما انه كان الاختيار على قطعه ارض اللي تعرفوها جيدا الموجوده وين المستشفى اللي تم افتتاحه او تدشينه مؤخرا، تعرف فين بدينا وقتها بالبلان دو كويرونس، وتعملت المدينه الرياضيه غادي، والقطعه الارض كانت عندها صبغه فلاحيه، وبعد تم تغيير صبغه الارض، وبعد طلع انه ثم مالك لهذه الارض، واضطررنا الى تغيير هذه الارض بقطعه ارض جديده وين طريق السلطنية اللي تبعد تقريبا 17 كيلومتر عن صفاقس بعد السنتيور. تعرفوا جيدا المكان غادي، وكان غادي تخصيص قطعه ارض اللي هي 58 هكتار في البدايه، ممكن اعطيت رقم قلت 80 هكتار، ولكن حبيت نصلح شويه باعتبار انه 58 هكتار خذوا التخصيص في 58 هكتار، وبعد تمت اضافه 12 هكتار اللي الاجراءات جاريه الان من اجل اتمام اجراءات التخصيص. عليك حبيت نعطي التفاصيل باعتبار وانه راهو مشروع ضخم كي من هذا ياخذ برشا وقت. 58 هكتار باش تبدل لهم تغير لهم صبغه الارض نتاعهم من ارض فلاحيه الى بناءات الكيسمون يلزم برشا وقت، وتعرفوا جيدا الاجراءات والتعقيدات الموجوده على مستوى الاجراءات. بدينا كمشروع تونسي تونسي في البدايه، انه الدوله التونسيه هي من ستتبنى هذا المشروع. وبعد صار اجتماع في رئاسه الحكومه، جلسه برئاسه الحكومه تقريبا في جون في 2018، وتم الاتفاق عن انه المشروع هذايا يتعمل في اطار شراكه بين القطاع العام والقطاع الخاص بي بي بي. فهمني؟ اول حاجه ونعرفوا جيدا يسمعوا فيا اكيد يعرفوا انه في هذا التوجه، او اذا كان باش نمشيو في البي بي بي يلزم الدراسه المبدئيه نشوف الرونتابيليتي نتاع المشروع هذايا، يلزم تكون فما فائده او جدوى ماليه من المشروع هذايا بتبيع هذا حسب البي بي بي واللي نعرفوه جيدا. هنا بالتنسيق مع وزاره التجهيز عملنا ان كايد شارج، فهمت؟ كايد شارج باش يتم تعيين بيرو ديتود حول هذا المشروع. جاو خرجنا في التليفون وجاو يعني دو زوفر، جاو بالضبط دو زوفر، هل لي دو زوفر هذوما ما كانوش مناسبين. هنا صارت اتفاقيه بين الدوله التونسيه والدوله الصينيه، يعني المشروع هذايا خذا برشا من منحة اخر، ويعني وفيه برشا تطورات من 2009 حتى 2021. نحب نعطيكم كل التفاصيل في اطار من الشفافيه والصدق والصراحه، بعيد عن التنميق او يعني ما نحبش العباد معناها تكون ما عندهاش هذه التفاصيل. ممكن انا نحبكم نعيش مع بعضنا حلم نجموا نحقه به، انه الانسان يحلم، ولكن الحلم هذيا ماذا بيا تكون غيريزابل، نجموا نحقه، نجموا نوصلوا لها. خلطنا قلنا صارت اتفاقيه بين الدوله التونسيه والدوله الصينيه، دخل ان بيرو ديتود على الخط، خذا المشروع هذايا بيرو ديتود صيني
اخذ المشروع هذا المشروع التونسي باش يشوف لنا يقوم بالدراسات اللازمه هنا في ليتيود باش تتعمل. فما تخوا فاز اللي تصير، فما ان بلان دو كوهيرونس، فما ليتيود دو رونتابيليتي، وفما ليتيود دي ليتيبيليتي. داكور، مشينا في التوجه هذايا وبدينا نخدموا على البلان هذايا وخلطنا المرحله، فهمني، مرحله مهمه جدا تكاليف هذا المشروع من قبل الجانب الصيني. تبين انه هالمشروع هذايا يتكلف 1450 مليار، ولكن هالدراسات تواصلت وفي نفس الوقت تواصلت الاجراءات فيما يتعلق بتخصيص قطعه الارض باش تكون موضوعه على ذمه المشروع، والى الان الاجراءات متواصله في بقيه القطعه الارض اللي هي تقريبا 12 هكتار، فهمت، باش تكون موضوعه على ذمه هذا المشروع باعتبار انه 58 هكتار ما طلعتش كافيه، يلزمنا تقريبا ما يعادل 10 هكتارات باش نعملوا نحن البلاس دو باركينج، وهو ديما يقعد عندنا مشكل. وغيرنا شويه من صبغه المشروع، ما عادش نحكيو على ليبرجمون نتاع 250 سرير، ولينا نحكيو كاريمون على اوتيل نزل باش يكون موجود في هالمدينه الرياضيه هنا، خاطر بما انه ولينا نحكيو على مشروع اون بي 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 يلزم فيه رونتابيليتي، ولينا نحكيو زيدا على السونتر كوميرسيال اللي موجود في لي كومبوزونت نتاع المشروع هذايا، باش ايضا هالسونتر كوميرسيال باش يخدم وباش يخدم هالمشروع هذايا وباش نلقاو هالرونتابيليتي هالمطلوبه في اطار عقد الشراكه بين القطاع العام والقطاع الخاص. دونك قلنا اون باراليل هالاجراءات الاداريه متواصله، والى الان والى اليوم حتى قبل كنت في اجتماع مع الاخيين هنا في الوزاره، الاجراءات متواصله، الاجراءات الاداريه من اجل اتمام هذا المشروع. مدام 1450 مليار، سامحني نقطه على 20 سنه تولي 5000 مليار. انا احكيك بواقعيه 1450 مليار مشروع مازال متواصل في اجراءاته الاداريه، ما قلناش ان المشروع وقفناه ولا ماهوش باش ينجز والا هالمشروع من الصعب ما نمشيش باش نمشيو فيه، لا بالعكس الاجراءات متواصله، ولكن النادي الصفاقسي يستحق ملعب.